السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا في الدراجة المستحيلة. إنها الدراجة المستحيلة يا سادة، شوفوا الهليكوبتر هنا والتعليق من هناك، التعليق من هنا والهليكوبتر من هناك، شوفوا المسارات. اشترينا هذه الدراجة في الحلقات الماضية، لمن فاتته الحلقات الماضية فليشاهدها على القناة. إذا بقيت هذه الدراجة لم نشتريها من قبل، وهي غالية الثمن ب1500 جنيه استرليني. سوف يكون هذه الدراجة هي الأولى التي لعبنا بها، وهذه لم تكن جيدة بالمرة، وليس في كل مرة تسلم الجرة. إذا دعونا نلعب بهذه الدراجة. اجتازنا معا كل هذه العراقيل لنصل إلى الرقم 13. الليفل 13 في 7 دقائق، يجب أن نصل في الوقت المناسب. شوفوا يا سادة، شوفوا المسارات، شوفوا المطبات، شوفوا لم نسقط. نحن أقوى شعب في التاريخ، شعب السبيرو، شعب السكركر، أبطال السكركر بمعنى الكلمة. شوفوا السهم يشير إلى هنالك، لابد أن نصل إلى هنالك قبل انتهاء الوقت. سيري يا دراجة، سيري على بركة الله، سيري إلى خط النهاية برأس مرفوع. خط النهاية أعتقد تنتظرنا فتيات جميلات، ولكن لابد أن نجتاز هذه المرحلة. شوفوا على كيفو سقط، لابد أن نجتاز هذه المرحلة. إنه يرجع إلى الوراء، شوفوا يده كيف هي مكسورة من شدة الصدمات. ماذا تعني بالضدمات؟ الضدمات والصدمات. سيري يا دراجة، السرعة القصوى، علينا أن نصل. خرجنا في المسار، خرجنا من المسار يا سادة، سقطنا مرة أخرى. لابد من حل لهذه الدراجة. أعتقد اجتزنا هذه المرحلة. نعم يا سادة اجتزناها. شوفوا الفقاعة الخضراء هنالك، شوفوا الفقاعة. إذا أكلنا الفقاعة سوف نحتفظ بالأمان. هنا الأمان، هنا السلام، هنا الإبداع. سيري يا دراجة، سيري إلى خط النهاية، أرينا ماذا ينتظرنا في خط النهاية يا سادة. لا، إنها المطبات الأخرى. هل اجتزنا؟ نعم، مطب آخر. السرعة القصوى، لا والله إننا اجتزنا المرحلة، ولكن كما تعلمون هذه اللعبة خطيرة. على كيفك سقط في النيران. سوف نرجع قليلا إلى الوراء. شوفوا أرجلها كيف تتحرك، شوفوا على كيفو السرعة القصوى النفاثات. فيو، نعم اجتازنا المرحلة،
يا سادة أين الفقاعة؟ خط النهاية؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، خط النهاية وربحنا ميس 26 نقطة، إن الميدالية الذهبية. شكرا لكم على التشجيعات والتصفيقات، شكرا لكم على اللايكات، سوف نتمم المرحلة الموالية. نعم إنها المرحلة الموالية سقوط مدوي. شوفوا على كيفو، شوفوا وسط الدراجة، إنها دراجة مستحيلة يا سادة بمساراتها الوعرة. شوفوا كيفو، شوفوا نعم مساراتها، السهم يشير إلى الأسفل إلى اليمين، إنه يرشدنا إلى المسار الصحيح. ولكن إذا لم نأكل الفقاعة الخضراء فلن، لا سوف أحاول هذه المرة الذهاب مباشرة، لا سوف نحاول الذهاب مباشرة، أظن أنها تغرى في اللعبة. نعم ثغرة، ولكن يجب استغلالها بشكل جيد. هكذا فقط يجب أن نسقط، ونعيد الكرة من هنا. ثغرة صغيرة قليلة، سوف نأكل هاته ونذهب في حالاتنا، سوف نقلع. إنها المسارات الوعرة، لا خرج من المسار، خرج من الطريق. شوفوا على كيفه، شوفوا شو راح يعمل، فيو والله اجتازنا المرحلة بكل أريحية. شوفوا الأجنحة لا تظهر عند الدراجة، إني أشم رائحة الغداء. أمي لقد طيبت شيئا يسيل لعبي، أمي طيبت شيء يسيل لعبي. في الحلقة المقبلة سوف أخبركم بقصة، ربما سوف ستقشعر أبدانكم من هذه القصة، سوف تقشعر أبدانكم. إنها قصة العجوز سيمبا والفتى الوسيم. نعم إنه الفتى الوسيم، وسوف أتكلم بكل أريحية، سوف أخبركم بالقصة الكاملة، ومن يهمه الأمر فليتابع الحلقة المقبلة إن شاء الله. في الحلقة المقبلة سوف نكشف أسرارا عديدة للعم السيمبا، وما هي مخططاته، وما هي مخططات الفتى الوسيم، وماذا يعمل، ولماذا كل هذه العقد النفسية هي سادة للفتى الوسيم. إذن هنا اتركونا فقط، أو دعونا نلهي هذه المسارات كي نصل إلى الضفة الموالية، ولكن يجب القليل من الصبر. شوفوا كيف نجتاز، لا
إلا من أستطيع اجتياز المرحلة. نعم، هذه هي المثابرة، هذا هو الأمل. إذا سقطنا سوف نعيد الكرة، أليس الكر؟ وإنما الكرة هو ليس في كل مرة، تسلم الجرة في الكرة. شوفوا كيفك على كيفك، شوفوا المسارات، سيري سيري على بركة الله، نكتشف ماذا ينتظرنا في خط النهاية. سيري يا مسارات، مسارات مجنونة، دائرة لا أعلم لماذا هذه الدائرة هنا، ولكن المهم أننا سوف نصل. وكيف سوف نصل؟ لا نعلم، المهم أننا سوف نصل. شوفوا المسار، شوفوا الخط. أكل الفقاعة الخضراء، وعلى بركة الله إنه صاحب الجاذيل هنا في الشارع. إذا سمعتم أصوات الطوط طوط، إنه يبيع الجاذيل، ونحن هنا مستمتعون في هذه اللعبة. لا يعلمون أننا في السماء، في سماء، في طريق غير معبد بالمرة. يا سلام، لا يهم، أكلنا الفقاعة وتبقت دقيقة على نهاية الوقت، وسوف نصل إن شاء الله. شوفوا على كيفو، شوفوا خط النهاية يظهر هنالك، سوف نطير. أضو خط النهاية، خط النهاية والأفراح والفقاعات هنا، الفينيش يا سادة. Are you enjoying this game? Yes. Write us. Okay, thank you. 135 نقطة يا سادة. سكركر. فعلناها مجددا، فعلناها، فعلناها معا. سوف نرجع إلى المانيو هنا. هاتي هي دراجتنا، الدراجة يا سادة، والهليكوبتر هنا وهناك. شوفك على كيفك، شوف الأمل، شوف النيران يا سادة. أوف أوف، سوف نطفئ النيران. إني أشم شيئا، أشم شيئا. هذه المسارات، في المسار الأول بثلاث نقاط، ثلاث أنجم، المسار الثاني ثلاثة، المسار الثالث نجمة، الرابع نجمة، الخامس ثلاث، السادس ثلاث، السابع. اجتازنا المرحلة رقم 14 في الحلقة الموالية، وهي الحلقة النهائية. سوف أخبركم بقصة العجوز سيمبا والفتى الوسيم. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاهدة الفيديوهات التي تظهر في الجانبين. شكرا لكم، إلى اللقاء.